يمكن النهارده كان في مؤتمر هام لدوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعد انعقاد لمجلس الوزراء في العاصمه الاداريه الجديده، والحقيقه انه كان هناك اجابات عن اسئله ربما بتشغل عقل الناس، وخصوصا الايام دي واحنا بنبتدي سنه جديده. وتحدث سيادته عن زيادات الاسعار لبعض السلع والخدمات، فمثلا اتكلم عن الزيادات الاخيره اللي حصلت في الكهرباء وليه كان في زياده في هذا القطاع، وكان بيتكلم عن انه القطاع ده كان بيحقق خسائر، فاحنا الزياده اللي حصلت دي قلصت الخسائر من 75 من 90 مليار وصلت ل 75 مليار، وقال انه احنا مش بنحاول يعني نرفع الدعم تماما، لكن انه الدعم يصل لمستحقيه. اتكلم كمان عن مساله الزياده اللي حصلت في تذكره اسعار المترو، واتكلم عن انه الزيادة دي بتحصل علشان نقدر نحافظ على هذا المرفق المهم من صيانات وغيره. اتكلم كمان دولة رئيس الوزراء عن انه خلال السنة اللي فاتت مصر حققت معادلة صعبة، وكان بيتحدث هنا عن مسألة معدل النمو، انه يكون عندنا اعلى معدل نمو واقل معدل تضخم واقل نسبة بطالة، وده طبعا مع التغييرات العالمية اللي تحدث عنها سيادته من كورونا اللي بعد كده الأزمة الروسية الأوكرانية، لكل التوترات الإقليمية والدولية اللي بنعيشها وتأثيرات ده على سعر الصرف. تحدث كمان الدكتور مصطفى مدبولي عن ما تم في مجالات زي الإسكان والوصول لمسألة أن يبقى يكون في مليون وحدة سكنية، وهنا كان بيتكلم عن سكن لكل المصريين على وجه التحديد، تكلفتها بتبقى 400 مليار جنيه على الدولة. يعني احنا بنتكلم هنا عن انه في 50% منها دعم للمواطن المستفيد من هذه الوحدة. خلينا نتكلم بشيء من التفصيل عن هذا المؤتمر الصحفي واهم ما جاء به من نقاط مع الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ولو تقولنا في نقاط أبرز ما لفت نظر سيادتك في هذا المؤتمر الصحفي لدولة رئيس الوزراء متحدثا عن الأسعار وما تم من دعم للمواطن المصري في الفترة السابقة. في البداية برحب بحضرتكم السادة المشاهدين. طبعا كان المؤتمر مهم جدا، تم استضاح فيه بعض النقاط المهمة اللي بتشغل بال الجميع سواء اقتصاديين أو المواطن العادي. النهاردة الناس كلها بتتكلم على ارتفاع الاسعار، لكن طبعا كان في امور لابد من توضيحها، وهي ان الدوله المصريه اللي انتهجت دلوقتي ليس تخفيض الدعم بقدر ما هو ايصال الدعم للمستحقين. النهارده بنقول الاصلاحات الهيكليه اللي احنا بنسمع عنها بنقولها في دايما في تصريحاتنا، هو ده مضمونها، ان يصل من ضمن هذه الاصلاحات طبعا ان يصل الدعم الى مستحقين. يمكن احنا بنتكلم في بعض بنود الانفاق تم تخفيضها، في المقابل تم زياده في البعض الاخر. النهارده بتكلم على دعم الوقود والمحروقات اللي كان وقت من الاوقات كنا قدرنا وصلنا الى خلاص بقت وصلنا للسعر العالمي لو سعر التكلفه بالنسبه للسولار. النهارده مع الاسعار العالميه او اسعار سعر الصرف اللي مرتبط بتحديد كل الاسعار المدخلات اللي عندنا ارتفع التكلفة تاني، والدولة ما زالت مبقية على الأسعار في الحدود اللي هي لا تمرر الأثر السلبي على المواطن، فما زالت الدولة بتتحمل أعباء كثيرة في موازنتها. في المقابل طبعا زي ما بنقول ده يتكلم على موضوع الكهرباء، واللي كان مقدر له من سنتين مضوا ان هو يتم الزياده ويتم تحرير الصرف نهائيا، لكن برضه الدوله ابقت على الاسعار نتيجه بتكلفات رئاسيه طبعا نتيجه لعدم تبرير او التجاوب مع اسعار التضخم العالمي، فكان برضه الدوله ساهمت في التخفيف عن كاهل المواطن وعدم تمرير البرنامج الزمني لرفع سعر الكهرباء. طيب دكتور محمد انا عايز اسال حضرتك، الانفاق الحكومي ده هينعكس ازاي على الاسعار في 2024 وعلى وصول ده للناس؟ هي 2024 فيها حاجات كتير، معطيات كتيره مرتبطه بالاقتصاد العالمي من جهه ومرتبطه بالاقتصاد المحلي من جهه. الدوله يخليني اقول ان الامور الاقتصاديه العالميه بقى في شيء يعني تجاوب مع الازمات، خلاص بقى كتير يعني الاسواق العالميه بتتجاوب مع ردود الافعال اللي يعني اللي هي الازمات المتتابعه، وشفنا يمكن انفراج في معدل التضخم ابتدت الامور تقل، وشفنا ان الفدرالي الامريكي ابتدى يثبت سعر الفايده ومتوقع في مارس القادم ان يتم تخفيض، فده بيقول ان هتبقى بامر الله طبعا دايما سعر الفايده مضاد للاستثمار، فطالما في تثبيت او في انخفاض لسعر الفايده اعتقد ان هتبقى في انفراجه في الاستثمارات. برضه من جهه اخرى
انضمام مصر للبريكس من بدايه هذا الشهر الحالي، اعتقد ان في برضه انفراجه اخرى لتخفيف الضغط على العمله الصعبه، لان ما يقرب من 26 مليار و400 مليون هي حجم التعاملات او الواردات المصريه للواردات من دول البريكس الاساسيه الخمس دول الاساسيين، ده هيتم التعامل فيه بالعملات المحليه، فده يعد برضه تخفيض على الضغط على العمله الصعبه. كل الجهود اللي بذلت والاستثمارات اللي ما زالت مصر قادره الى جذب تدفقات الاستثمارات الاجنبيه مباشره لداخل مصر، بيقول ان باذن الله في ايجابيات في اقتصاد 24. الازمات موجوده مستمره، بنعاني صحيح بالفعل، لكن ايجابيات اللي موجوده اكثر بكثير، فاعتقد ان شاء الله ان 24 ان شاء الله يكون في شيء من الايجابيه تغطي بكثير عن السلبيات اللي خلفتها 23. دكتور محمد، ايه الارقام في البيان النهارده اللي خلت حضرتك تشعر بهذه الايجابيه؟ اعتقد كان في مجموعه من الارقام. طبعا هي الارقام كانت كتيره جدا، دوله رئيس الوزراء النهارده تطرق لكل شيء بايجاز. طبعا الارقام طبعا الايجابيه، طبعا ما تم انفاقه على الاسكان اعتقد ان هو 400 مليار جنيه، بتتحمل الدوله النص تقريبا، والمقابل طبعا اللي هو بيتم البيع بيه لا يتخطى 50%. طبعا حجم الدين حتى ان كان في حجم في زاد، لكن في الحدود الامنه. خلينا برضو نتكلم ان الدوله بقى في تناغم ما بين سياساتها الاصلاحيه، سواء السياسه النقديه والسياسه الماليه والاصلاحات الهيكليه اللي ما زالت مستمره، اللي خلينا نقول برضو ان بقى في تجاوب مع ومرونه من قبل الحكومه لمجابهه الازمات، ويمكن دوت اللي اعطى الاقتصاد المصري ميزه نسبيا ان هي قدرت. والناس كمان اتحملت يا دكتور سياسات الاصلاح الاقتصادي بشكل كبير، يعني الناس هي الشريك الاساسي واصيل في تحمل هذه التداعيات، ويمكن دايما احنا شفنا سياده الرئيس راهن على الشعب المصري. صحيح. منذ بدايه البرنامج الاصلاحي الاقتصادي، ويمكن احنا بنقول هذا الرهان نجح، لان هي يمكن هو الاستباقيه في البرامج الاصلاحيه هي اللي اهلت مصر في ظل الازمات المتتاليه والمتتابعه. احنا بنتكلم على اكثر من امتحان كانوا صعب جدا، جائحه كورونا وتوقف عجله الانتاج على مستوى العالم، ازمه روسيه اوكرانيه وخلفت ازمه طاقه وازمه غذاء وتضخم عالمي غير مسبوق، ازمه اسرائيليه اهلنا في غزه واحنا دوله متماسكه معاهم. اعتقد ان كل ذي اعباء لو ما كانش في الاستباقيه في القرارات وفي برنامج الاصلاح الاقتصادي او البرامج الاصلاحيه اللي انتهجتها الدوله كان الوضع هيبقى صعب جدا. لكن النهارده اللي احنا بنشوفه ان الدوله المصريه اشتغلت على نفسها في خلال السنوات القليله الماضيه، اشتغلت على اصلاحات كافه القطاعات الاقتصاديه باعتبار ان كل اقتصاد هو الوحيد اللي بتمتلكه الدوله، ودوت اللي مكن الدوله حتى في ظل الازمات وتراجع بعض القطاعات الاقتصاديه حققت الطفره في القطاعات اخرى. وعشان كده بنقول حتى ظل الازمات واحلاكها على مستوى العالم ما زالت مصر قادره ان هي تحقق معدل نمو ايجابي، ده يمكن من اهم المؤشرات اللي تطرق ليها دوره رئيس الوزراء. طبعا المؤشر الثاني كمعدل البطاله اللي مصر على يعني يمكن تعد تجربه فريده في نفس الوقت الحالي اللي هو الاستثناء على مستوى العالم اللي خلف زياده في معدل البطاله على مستوى العالم. مصر قدرت في خلال السنوات القليله ان هي تقلص حجم البطاله للنص تقريبا، النهارده بتكلم في 7.3 قبل كده كنا تقريبا 13.5 او 14% تقريبا يعني. النهارده برضو الناتج المحلي بيزداد يوم بعد يوم، نسبه المشاركه للقطاع الخاص اعتقد النهارده بقت فيه خطوات ايجابيه جدا من خلال الطروحات اللي قامت بها الدوله للشركات ناجحه بالفعل وتركها للقطاع الخاص بفكره المشاركه وليست البيع. احنا مش فكره احياء الخصخصه القديمه، لكن فكره المشاركه للقطاع الخاص باعتباره هو الاقدر والاقدر على اداره هذه المشروعات. فده كله بيقول ان في ايجابيات باذن الله نتوقع منها ان هي في 24 ان شاء الله تحقق نجاحات للاقتصاد المصري. دكتور، بما انه حضرتك خبير اقتصادي، الناس المفروض تتعامل ازاي استهلاكيا في 2024 واحنا يعني العالم كله بيمر بازمات اقتصاديه وكل التوترات اللي بتحصل تشير لموجه تضخم اخرى، سلوكي الاستهلاكي كفرد يفرق في ايه؟ يعني اقول برضو ان السلوك الاستهلاكي للفرد النهارده هو بطبيعه الحال مع الازمات اللي احنا بقالنا فتره كبيره فيها اتغير كتير. وبقت النهارده الكلام حتى خلاص احنا بنقول دائما محاربه الغلاء بالاستغناء بقى هو دي اللغه السائده النهارده. انا مش محتاجه كلام كتير، لكن احنا خلينا نقول برضو ان احنا ما فيش داعي للمغالاه. بس في سلع مش بينفع معاها الكلام ده يا دكتور، يعني الرز والسكر وسلع معينه المصريين ما يقدروش يستغنوا عنها بالشكل ده.
خلينا نقول برضو ان احنا بنساهم في خلق تضخم محل الصنع، يمكن بعيد عن الاقتصاديات، ان احنا دايما بنتوقع التضخم، دايما بنسمع ان احنا في بدايه شهر يناير هيبقى فيه تعويم، في الشهر الجاي هيرتفع الاسعار، فبناء على هذه الاشاعات بيبقى في سلوكيات مرادفه للكلام ده وبتترجم بزيادات ممكن تكون غير حقيقيه. ما هي بالظبط كده، هو ده اللي احنا بنخلق معدل تضخم زياده عن الموجود بالفعل، وطبعا بالاضافه طبعا لبعض الموجات الاحتكاريه اللي طبعا كنا دائما بنطالب بتجديد الجهود الرقابيه، وطبعا زي ما طالبنا قبل كده بتجديد الرقابه، طبعا لازم نوجه الشكر للحكومه على الاجراءات اللي اتخذتها في مجابهه الجهود الاحتكاريه او التعاملات الاحتكاريه من قبل القله، والاجراءات الحكوميه اللي اتخذتها لتوفير السلع الاستراتيجيه وتحديد سعر ثابت ليها، فاعتقد ان هي خطوه كانت جيده جدا، واعتقد ان هيكون لها مردود ايجابي على توفير السلع الاساسيه اللي تعد هي السله الكبرى او المؤثر الاكبر في معدل التضخم بالنسبه للسوق المصري. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا على وجودك معنا.